جنيد، شو رأيك بهالقصة؟ أي قصة؟ صفية اتصلت وقال إجا النائب يجيت وصارت خناقة كبيرة. أنا ما عندي علم بهالشي. أنا اليوم عرفت إنه إجوا بالليل لهون، بعدين القصة كلها ما بتهمني. أوه ست فيلدان، خير إن شاء الله. ما شفناك اليوم الصبح؟ كان الجو بارد الصبح وما فيني أركض برا. صاير عم تلعب رياضة؟ حلو كتير. سجلت بنادي رياضة. شي حلو كتير. لنشوف كم يوم رح تضلي. فيلدان؟ صاير شي بيناتكم؟ لا ما في شي. انت شو قصدك؟ لا ولا شي، مو مشكلة. تعبت من كل المشاكل اللي كانت، وأوزجي ما عم تطلع من غرفتها أبدا. شوف شو عملت اليوم، أخذت الإعلان من المواقع. شو رأيك بعد شوي هيك منغير جو؟ نحن في عنا ألف مشكلة عم تخنقنا، وأنت عم بتفكري بالسفر والتسلاي وبس. حاجة تفكري بأمور تافهة لأنك عم بتوتريني. بكفي جنيد، أنا تعبت من كتر ما أنت بتخانقني. أنا عم حاول صلح شي بيناتنا. لا تحاولي، لكن فيلدان لا تحاولي تصلحي شي. طيب ليش؟ لأنه خلص لانكسر، ما عاد يتصلح. نحن ضيعنا القطار من إيدينا، وأصلا ما كان في قطار. أنا تعبت ومليت. كنت عم دور على صفية. فيلدان شو صاير؟ بترجاك. مساء الخير. يا مساء الخير. ليش هيك الكل صايرين عم يجوا بالتقسيط على وقت الأكل؟ أنا أكبر وحدة فيكن عم كون موجودة قبلكن. صرتوا كلكن تعبانين ما شاء الله. زينب. نعم يا خانو. وين السيد نامق؟ هو بغرفته؟ لا السيد نامق طلع، قال ما رح يكون على وقت الأكل. طيب شوفي لي السيد فرهاد ومرته وينهم كمان؟ ما بعرف وين الست أصلي، بس السيد فرهاد شفته لما طلع. ماما هاندان، معقولة بدك تقعدي كل هدول مثل ما بتقعدي الخرفان بإسطبل؟ دخيلك يا رب تصبرني عليها، يا رب تصبرني. أكيد الصبر شي كتير منيح، برأيي لا تعصبي زيادة مشان ما يرتفع ضغطك، وخصوصي بهذا العمر. للأسف أنا بيرتفع ضغطي كل ما اطلعت وشفتك قدامي. شو سيد عبدو، ما بدك تقول شي؟ ماما إذا في مجال لا تتخانقوا. ماشي مثل ما بدك، خلينا نسكت. صحة وهنا. بابا ما بدي آكل. عدي وكلي بابا. لا ما بدي آكل. ليكي لا تخليني عصب عند هالليل. جنيد اهدى. ليش ما بدك حبيبتي؟ لأنه مو جاي عبالي ستي. ماشي، لكن طلعي على غرفتك بابا. وين فيلدان؟ فيلدان فوق. جنيد تعال معي لو سمحت. الحمد لله على سلامته ست يتار. سمعت اجا النائب يجيت.
أنا ونامق كنا مجتمعين بالغرفة ما سمعنا، لو شفنا كنا قلنا له الحمد لله على السلامة. ما شاء الله كلك زقست إيديل، شكراً. أكيد شي مو سهل، يوم فرهاد تاني يوم يقيد. بقي جلسوم، منيح إنه هي جنبك وما عندها مشاكل بنوم، مو هيك؟ انتي شو قصدك؟ غريبة، ليش بتعصبي فوراً؟ على القليلة إيديل عم تمدحك ولازم تقدري هذا الشي. انتي شو دخلك؟ جلسوم شو عم يصير؟ كأنه أنتوا عم تنسوا إنه نحن قاعدين عم ناكل. ما صار شي ماما هاندان. ينقطع لسانك اللي عم بيقول ماما هاندان. أكيد أنتي رح تتعب أعصابك بهي الطريقة، البيت مليان ناس وأنتي كبرتي بالعمر ما بقى تتحملي. بس برافو على أصلي والله، وعملتها جابت للضيوف على البيت بدون ما تخبر أي حدا، وبعدين شو؟ إجا النائب وأخذ مرته وابنه معه. يا حرام ارتفعت حرارة الولد. هيكي تخرسي بقى؟ معلش يا تار، عندي ولد عم رضعه وبخاف يصيبه مرض. شو فيه يعني؟ خير شبك عبدو؟ شو صار لحتى عصبت بهي الطريقة بين الناس وجبتني لهم؟ فيك تفهمني؟ والله أنت اللي بدك تقلي شو في جنين. شو بدك قول يعني؟ سأل أنت شو بتحب وأنا بجاوب. ليش وضع فيلدان هيك؟ ها؟ المخلوقة بتضل عم تبكي وأنت من شوي عصبت على بنتك. حابب تعلمني يا عبدو كيف أحكي مع بنتي؟ جنيد طريقتك هي بالحكي ما بتطمن صراحة، ما عجبتني بالمرة. معناها طلع على المكان اللي واقف فيه يا عبدو. لما بيكون الموضوع بيخص أختي وبنت أختي بكون عم أوقف بالمكان اللي بيخصني وبعرفه. جنيد تخنقت مع فيلدان مثل أي زوجين يعني؟ عندنا كتير مشاكل بالبيت وهي بتجيب لي إعلانات لنروح رحلة لشي محل، وهذا الشي اللي معصبني. ارتحت هلأ بجوابي؟ جنيد أنت صاير مزعج كتير بهالفترة وتصرفاتك سيئة. ليك ما رح أقول شي لأنه ما بيصير حدا يتدخل بين الرجال ومرته، وأنا رح دير وشي وتغاضى عن الموضوع، بس أوعك تفكر إني غبي. أنا شايف أختي مقهورة، فإذا بدك تضل عم تزعجها لأختي وتخليها تنقهر هيك رح خليك تندم كتير على عمايلك. هي أنا عم نبهك جنيد، وأنت فكر بالموضوع. مثل ما قلت ما حدا بيتدخل بين الرجال ومرته، وعدا هيك كلك أنت مو شايفك. راح تشوفني جنيد. ما بظن. هذا هو. كم يوم إليك؟ ثلاثة؟ خمسة؟ شو قصدك أنت جنيد؟ شاي، هذا شاي، شوف شو من كان. جربتي كتير شغلات وما نجحتي، لهيك رحتي شكيتيني بالأخير لعبده صح؟ عم تبعتيه يهددني؟ شو عم تحكي أنت؟ ليه عم تسمعي فيلدان؟ جنيد طلع لبرا يلا، ولا تجبرني أعمل شغلات ممكن أندم عليها. عبدو ما في شي، ما في يا شي. يا سلام، عم تشدي ظهرك بأخوكي. طلع عبدو لو سمحت، لو سمحت. جنيد بشو أحلف لك أني ما حكيت شي لعبدو؟ هو شافني عم ببكي فوق بالغرفة وهي كل القصة. واستخدمت سلاحك كمان؟ دموعك ممكن أنها تغشه لعبدو، أما أنا أبدا ما بتغشني. فهمت علي؟ شو مع مينا؟ لا وحتى ما عم يخلينا ننام. يمكن عنده غازات عبدو. هو طلعني شوي وارتاح بس مشاغب مع مينا. استنى دقيقة هلأ برجع. لوين؟ عود
بس هو عم يبكي أكتر لما أقعد. آخ يا ابني، نعم ابني، نعم حبيبي كامل، نعم بقى مشان الله. شو بينفع هاد بالله؟ بدك تدفيه يعني؟ لا، رح سمعوا صوته. فيلدان، أنت منيحة؟ رح كون غصباً عن الكل، رح كون منيحة.